رجعنا من جديد في زون اكس والتحق بنا ضيفنا اليوم عبد السلام بوحوش. يسال فينا مباشر ولا في المباشر؟ مباشر عبد السلام. شنو احوالك خويا؟ والله الحمد لله عايش. شنو الامور؟ والله الحمد لله عايش خويا سلام. صباح رمضان كيفاش؟ كالعاده كيف معناها لما حال تعرف على الوباء هذايا معناها ناخذين احتياطاتنا لكن الحمد لله لاباس. كيفاش احتياطات شنو؟ ما تخرجش ما في الليل شنو؟ ما نكذبش عليك بون نخرج لكن واحد بذكاء فهمت يقعد شويه قدام الدار فهمت؟ لازم اذكاء الكورونا. نعمل شويه سبور زاد فهمت؟ حتى في الليل نعمل شويه سبور. تعاون شويه في الامور في القضيه في الدار ولا ايه؟ كيكة تهنى المعون الكل على ظهري انا. باه اش تعمل اليوم عبد السلام؟ والله بطلت الكل انت عامنا ولا عندك عام ونص؟ عام كيك عام ونص. والله حاليا نعمل مدير رياضي في جمعيتي شبيبة العمران. وفي نفس الوقت مدرب مساعد اكابر فهمت. كيفاش الزوز؟ خذيت انا خدمتي معناها مدير رياضي كي فهمت مع الاستاذ معناها سفيان بالحاج ومعناها والهيئه المديره. من بعد استحقوا معناها اللي مدرب مساعد ما لقاوش معناها قالوا لي تنجم تكون انت في نفس هو نورمالمون مدير رياضي باش يقيم عمل المدرب ومدرب مساعد معناها اي صحيح اما انا في نفس الوقت نجم نعملهم فهمت نجم نعملهم عادي فهمت باهي خلينا نرجعوا ماشي الامور في الجي اس او على الاخر حاليا وسناب بالحق معناها العمران ماشيه بالباهي كي تشوف النتائج اللي قاعدين نعملوا فيها وشكون الجمعيات اللي معانا والجمعيات اللي صرفوا فلوس كيفاش واحنا اش صرفنا فلوس اثناء فما برشا طموح فما برشا خدمت عملنا نتائج شوف ساعات سلام راهو نتائج خير من عملنا نتائج كبيره ما مشاتش الكوره احنا معناها باش نواصلوا ان شاء الله بحول الله وان شاء الله معناها باش نخدموا باش نوصلوا معناها الهدف نتاعنا بالله ما نبش نفتح قوس معناها صغير نحب نحيي معناها الهيئه المديره معناها نتاع شبيبة العمران على راسهم سي سفيان بالحاج والاخ طارق حمزه. ايه تحيه ليه. عايشك بارك الله. انا عندي علاقه خاصه به تو بعد نحكي طارق حمزه هذاك معناها اللي هو المدعم معناها بصراحه رقم واحد توا. فرحان بكم. معناها بالباهي بالباهي. والاخ كيف معناها سي نبيل السعيدي والاخ مراد الكوفي والسيد معناها عزوز النهدي. معني عباد معني على مستوى عالي ناس نظاف بارك الله فيهم كيف ما قلت لك معناها برئاسه سفيان بالحاج معناها بارك الله فيهم فهمت قاعدين معناها يدعموا فنيتي واضح باهي خلينا نحكي عليك انت عبد السلام شويه نبداو سامحني اي نسيت شكون السيد مراد الكوفي زاده اي سميته على مستوى عالي يلا باهي نرجع بديك من جديد التالي اول نهار خامت فيه تهز الساك وتمشي تلعب تمشي تكور كيفاش؟ والله تعرف بديت في الاتحاد المغاربي انت هكا بديت في الاتحاد المغاربي ولا المغربي اسمه الاتحاد المغاربي اللي هي اليوسام عملت عامين في اليوسام من بعد اليوسام اي كيفاش قعدت في الحومه مشيت قلت خلينا نجرب حظي كيفاش بالضبط ما نكذبش عليك ولا مغلوم من الصغرى بالكوره كيفاش تعرف انت معناها الحياه الشعبيه والجو هذاك معناها تمشي حتى تقرا ديما عندك معناها كوره معناها في الكرتابه فهمت مغروم كيف الناس الكل وزيد معناها بصراحة هك شوية الانحراف معناها هك تاع الصغرى. كنت ضايع في الصغرى. اي. اش معناها الانحراف؟ معناها كيف الصغار الكل كنت معناها نعم شوية مشاكل. تبراكي ومشاكل واحد. بركاجات. شوي. بركاجات مش برشا بصراحة. فهمت؟ كنت معناها خارج عن النص شوية. للي ربي سهل وجات الكرة دخلنا معنا الاتحاد المغربي عملت عامين في اليسام من بعد عملت ستة شهور بعد اليسام عملت ستة شهور في العمرة لعبت مدلس في العمرة مدلس ما خذيتش وراقك معناها مدلس من العمران ستة شهور مشيت للنادي الافريقي بون قبل الاسبيرونس وقتها تفاهمنا مع الاسبيرونس كيف ما جاوني وقتها مسؤولين تاع النادي الافريقي قالوا لي معناها فلوس وقتها وكذا تسديد ولا شنو كيفاش الاسبيرونس والكلوب كلموك؟ لا احنا لعبنا ماك تعرف احنا ديما نكوروا ضد الاسبيرونس لعبتوا كونتر ولا اميكال وكذا حاسين كي لعبنا ضدهم قالوا لملاعبي هذا يوفى العام باش تجينا وفي العام مشيت فهمتك مشيت كي مشيت معناها طول حطوني مع الملاعب انت مينيم وقتها شنو؟ كاديبي فهمت؟ مشيت اول ما مشيت للاسبيرونس معناها للامانه كيف مشيت للاسبيرونس وقتها مسؤولين تاع نادي الافريقي ماك تعرف كيف بارك الكلوب كيف بارك سبيرونس عندك ديما عينين تاع الاسبيرونس في بارك الكلوب وعينين تاع جيني واحد معناها بارك الله فيه قال لي اش قولك معناها الكلوب و
ورغم العبد زاد ضد الكلوب باش ما ننساش اللي هو سليم عبد الغفار زاد اللي هو كيف كيف قال لي باش تجي معايا المدرب الكبير سليم عبد الغفار. لكن معناها مكتوب كما قلت لك في الاخر معناها اعطاه وقت البابا فلوس معناها بين قوسين قداش فلوس؟ قداش فلوس؟ 400,000 ولا 400 دينار 300,000 الكلوب عطات 400 دينار باش مشيت هاي آه فوالا وقت المسؤول وخذيت انا 100 دينار وقتها فهمت؟ حولت الوجهه وقت ال 100 دينار معناتها بدلت لك وجهتك من السكوت مكتوب هكاهو ماك تعرف وكذا وبالرغم بابا لا علاقه بكره القدم فهمت؟ ما ندمتش شويه على الاختيار هذايا؟ ليه ما ندمتش يا اخي نادي الافريقي النادي الافريقي ايش بك هرم معناها واللي ياخذ الترجي زاد الترجي صحيح ليه الجمعيات معناها زوز على مستوى عالي وشرف لي لاعبي كور فيهم فهمت ولا تحومتي زوز فهمت ما عنديش مشكل فهمت لو كان مشيت للترجي تنجم تكون مسيره تكون خير شنو توقعات شنو تتصور؟ شوف راه كل شيء مكتوب لكن نجم نكون معناها عادي نجم نكون كيف توا فهمت ولا لعل معناها نوصل معناها مخير فهمت لكن حتى الكلوب راه جمعيتي الكلوب وبارك الله فيها معناها انا وصلت في الكلوب والشيء هذا الكل معناها جراء شبيبه العمران والاتحاد المغربي والنادي الافريقي بارك الله فيهم الكل معناها مشيت جوست على خط ال 400 دينار هذوك معناها كان مش ما تمشيش صغر واحد ما يعرفش يخمم فهمت صغير واحد ما يعرفش يخمم فهمت كيفاش انت شنو جمعيتك صغير؟ وانا صغير اي وقتها مكشخ انا سالت العصفوره قالت لي مكشخ لا مو لا مو بحكم نمشي مع ولد الحومه وقتها فيراج و و و اما كي دخلت قبل معناها الكلوب كي لعبت فيها وليت نحس على الكلوب فهمت كيفاش وليت معناها جمعيتي النادي الافريقي فهمت معناها إيه اما من الاول صغير انا صغير هيك تعرف باهي او باهي اول نهار دخلت البارك نتاع الكلوب كيفاش لقيت الاجواء غادي تاقلمت كادي بي قلت لي مشيت هكا اي كادي بي والله مشيت تعرف معناها في البارك وقتها برشا عباد وبرشا اولياء كيف توا فهمت والاخر معناها جايب ولده شعره هكا والاخر ولد الوزير والاخر ولد كذا واحنا كالغجر سامحني في الكلمه بين قوسين علاش علاش نجم هكا اي نجم مش بالضروري معناتها نجم يكون حتى ولد وزير يكون ملاعبي معناتها ايوا اما تعرف اسمع فما معاملات اسلام فما معاملات الى حد الساعه هذه وانا قاعد معناها نشوف الشيء بعيني معناها للتو فهمت في لي جون في الجمعيات مش كيف كيف يعجبك شيء توا توا حاليا مازال الشيء واكثر اكثر علاش احنا ما عادش عندنا كورجيه وما عادش عندنا هاو معناها بالدليل فهمت صحيح هو كان في بلاستيك فخر الدين بن يوسف يحكي لي عن معاملات وقتها في ستات ملعب تونسي في الشوبان قال لك اللي يجيب الزيت واللي يجيب الماء واللي يروح بالونترونور واللي بوك اسلام كان نقعد نحكي لك في حاجات راهو حاجات بالحق حاجات كبيره على الاخر حاجات كبيره وما تتوقعهاش مثلا شنو اكثر حاجه قعدت في بالك صدمتك قعدت اليوم في بالك البو مثلا فما اب يعطي مثلا 5 ملايين 4 ملايين باش ولده يقول له بالله عيط له ستاج ستاج في ليكيب ناسيونال في لي جون اي كادي جونيور واللي يقول خلف هذا يكذب راه انا نعطي فيك في الدنيا الكل فهمت اسلام لليوم تصير معاملة اي اي لا فما بون توا بذكاء اما تصير واكثر زاد على ستاج اي على ستاج كيفاش طلعت سينيور في الكلوب والله طلعت سينيور تعرف انا كنت معناها حتى كي نلعب في لي جون تاع النادي الافريقي كنت ديما مثلا عمري مينيم نكور جونيور فهمت والدليل لعبت قبل لعبت كادي عند سليم عبد الغفار كنت نطلع معني السيد نزار خنفير للسبورت تول فهمت معناها بحكم الطاي والجباري واحد وكنت فهمت كان حاطين العين عليا ومعناها باش نكون معناها في يوم من الايام سينيور فهمت في يوم من الايام انا قاعد في الدار فهمت كملت الماتش مع الاسبوار وكلموني شكون كلمك منين تليفون؟ كلموني نادي الافريقي مسؤول في النادي الافريقي ما تعرف واحد ما يذكرش تكون قال لي راه غدوه قال لك المدرب باش تجي سينيور شكون المدرب وقتها؟ وقت السيد مراد محجوب محجوب بارك الله فيه سي مراد قمه في الاخلاق ناس طيبه على الاخ صحيح فهمت؟ قال لي راه كذا كذا حاسيلو في الليله هذيك ماك تعرف واحد انه ما جاهوش فهمت؟ ما رقدتش فيها ما رقدتش بالطبيعه سينيور الكلوب مش لعبه تعرف النجوم اللي في النادي الافريقي وكذا صحيح عادل سليمي سمير سليمي فوزي رويسي نبيل كوكي هكا جمال الامام جمال الدين الامام اقطاب تاع الكوره ما لقاتش ليات سي نورمال خالد عزيز فهمت كيفاش اول كيفاش دخلت للبارك نهارتها ماشي ترينا السينيور والله كيفاش دخلت مع الواد والله سامحني والله هي بون هي طرفه صغيره لعبت انا الماتش مع الاسبوار خليت الساك نتاعي هكاك
روحت طيشت الساك بالمنشفه بالريحه نتاعو وهما كيكلموني قال لي انت نغوض باش تجي الترين. فوالا نسيت الساك هكاك يعمل هكا الصباح هزيت الساك نتاعي ومشيت. دخلت احنا عندنا زوز فيستيرات، عندنا فيستير تاع السكالوب وفيستير تاع الشرب. نتاع الكبار وحدهم والصغار وحدهم. فوالا معلم هي فهمتك القرايدية وحدهم واحنا الخيط على جنب. لي جون الاخرى ولا حتى اللي ما يلعبوش. انا وجمال رحومة كريم السعيدي فهمت. اللي طالعين صغار. اي صغيرات فهمت. انا كي دخلت ومشيت مع السكالوب. مع دخلت الفيستير الخشينة. فوالا. تلفت هكا في بالي نلقى شوف في فوزي وعاد سلمي. ايه قلت يا ربي خينا هنا ما فهمتش. ما نكذبش عليك نبدل في حوايجي انا هكا وحليت الساك ساعة. كي حليت الساك ما بقى معناها اي غاف غاف خويا يعمل لك حل الساك وما ماك تعرف انا صغير وكذا حاسين بقاو يخزروا لي كي قال لي ما عملت هكا تلفت هكا تلفت هكا هزيتك الساك نتاعي ونمشي للتواليت نبدل. خرجت مشيت للتواليت نبدل عاد بعد قالوا لي اجا رواي في ستيريت شكون المسؤولين قالوا لك اجا بدل هنا بالطبيعة ما تجيبش بدل معاهم حتى معاهم نعيطوا لهم سي فوزي سي عادل في الوقت هذاك. اول ماتش مع شكون؟ اول ماتش عندي بون ناحية لاميكال اما اول ماتش اوفيسيال هبطني جانا مدرب اسمه شرار روسلي. شرار روسلي. شرار روسلي. هبطني درجين ولا ربع ساعة جربة في جربة. جربة في جربة وقتها. كيفاش إحساسك أول ما تشهبط فيه هذاك؟ ولا درجين هبطت أنا وقتها. مع شكون لعب في الأكس؟ لعب معايا. نسيته ما تذكرش. مش مشكل. باهي حكيت عليه وقتها خذيت مليون في الماتش هذاك، إيش عملت بيه المليون؟ مليون شوية مشى للدار وشوية تعرف وقتها مليون برشا. اي برشا فلوس. شوية مشى للدار وشوية مشى وقتها مشيت نشري في حوايج منها زرقون فهمت وتبدلت الدنيا فهمت. قش. كي جيت العشية وقتها عندنا اونترينمون صباح وعشية، كي جيت العشية للفستير فوزي عايط للناس وكل بلعبية يجي يشوفوا يشوفوا بوحوش كيفاش تبدل. اي راه خرج من قشرته. بوحوش خرج من قشرته. فوزي حاب يفدلك. كان جو به معناها بين الكبار والصغار. جو على الاخر بالاخص الاحترام. ما فماش مش معناها كيف توا حاليا، فما احترام. قلت لك احنا نعيطوا قبل سي فوزي سي عادل. قول له سي فوزي. اي ما يعجبكش. تكسر له السي. ما فماش يا اخي فوزي يعجبكش 50,000 في المنزه يبدو عيطوا يا فوزي باش انا فهمت. وحتى في الانترينمون ممنوع باش تمشي تاكل مع فوزي ولا طارق الطيب ولا ذا ما فهمتش. هما يقولوا لكم لا ولا لا مش ما تنجمش انت صغير تحشم. اي تحشم. تحشم باش تاكلي. اي حتى باش تفكها يلزم واحد يكون ذكي فهمت. فهمت. شنو هما لي كوليس اللي صاروا في الفترة هذيك في الفيستير تاع الكلوب معناها اللي قالوا لك في بالك ما يتنساوش؟ في الفترة هذيك قعدت فما حاجات ما يتنساوش اللي معناها الشخصية نتاع الملاعبية الكبار. ديما عندها قيمة كبيرة فهمت. شخصية فوزي معناها شخصية عادل شخصية طارق الطيب فلتة ذاك جانا طارق الطيب كيف كيف نبيل كوكي على مستوى عالي جمال الدين الإمام اللي كنت نبات معاه علاش ديما نحكي عليه ديما نبات معاه فارت شامبر معناها كان لي شرف ووقتها صايب باش يكمل كورة وأنا كان ديما ينصح فيا معناها عباد على مستوى كورة وحتى كرويين ملاعبية كبار برشا جميل ولا جميل فوزي ما شاء الله جمال الدين الإمام من أحسن ملعب صحيح صحيح. بيه اول دربي عبد السلام ما يتنساه ظهر لي اول دربي وانا صغير جمعته ظهر لي قبلها بجمعه ظهر لي مش اي ملاعب تصير له هكا فاز خلوتها صحيح خلوتها وقتها ما نكذبش عليك صارت لي وقتها فازا كنا نقعدوا في السيزار في عليسه معناها في المنار ايش هذا ذا؟ ايش هذا ذا؟ في القهوه حاسيلو تعرف معناها شباب مخلطه وكذا بديت تشوف في روحك شويه وقتها تغلط في روحك تعرف الكلوب انا غلطت في روحي وما تعرفش معايا كيفاش برشا برشا غلطت في روحي برشا وهذيك من الاسباب معناها اللي وقتها معناها فتره فهمت شنو صار؟ صارت مشكله وقت انا مولى القهوه مولى القهوه يظهر لي يخدم في الامن وقتها كلم لي جماعه وكذا جاوني بوليسيه ظالم ولا مظلوم؟ الحقيقه تو تعديت الحكايه عند عوام انا مانيش ظالم انا حبيت نوري روحي زعما زعما فهمتها العباد تعرفك وقتها زعما زعما تعرف ماني قلت لك صغر وكذا الحقيقه ذي فهمت
فهمت تعاركت انا ومول القهوه وهو كادر يدور لي في الامن عيط لي جماعه وكذا وكذا وانا بطبيعتي وقتها مع النادي الافريقي وكذا تعاركت انا لبرا انا حسيت وانا وقتها انا واصحابي حسيت اللي معناه كليت هنتلت وكذا تعاركنا فهمت انا والامن يجوني وقتها على الموتورات كذا صارت مناوشه بالايدي فهمت وتطورت شوي برشا تطور تطورت توقفت توقفت نهارين ذا اللي نهار توقفت نهار توقفت نهار نهار الثلاث نهار الاربعاء عادوني طول استاد زويتن وقت شو منينها منين طول بوشوشه زويتن للماتش لا للانترينمون لانترينمون للانترينمون فهمت وقت الدخل اللي فيه معناه للامانه سي صالح الثابتي واللي معناها كان معناها السيد معناها باش نقولوا الله يرحمه معناها السيد معناها ما نعرفش وكيل جمهوريه مدير اقليم وقتها ما نعرفش اسمه اللي هو معناه توفى الله يرحمه ان شاء الله في الجنه هو معناها اللي كان معناها كذا و... ما اثرت شويه عليك في الماتش عملت ماتش باهي وقتها فهل. لا عملت ميتون باهي لكن اي ما كملتش ماتش عملت ميتون باهي لكن فما اسباب اللي هي بصراحه معناها اللي هو تو ولا صديقي معناها ولينا اصدقاء معناها و... ودربني بعد اللي هو سفيان الحيدوسي معناها فهمت كان الكره ما يتعداش بيناتنا وقتها هو مازال كي طالع فهمت وكذا كان مدرب مساعد للسيد مراد محجوب اي ومراد ماني قلت لك معناها ارجع معناها لكلامي قلت لك راهو على مستوى عالي اخلاقيا ومعناها كمدرب عظيم لكن ماك تعرف والمسؤوليه علاش ما يتعداش كره ما يتعديش سبحان الله فما واحد انا ماك تعرف الدنيا اخوات الراو فهمت اي بس صارت حاجه بيناتكم كلمك جاوبت عليه حاجه ما مش من الله فالله معناها نتصور صحيح عندي قصه معاه في الليجون اش عمل لك اش عمل بون تعاركت انا وياه في الليجون اي علاش؟ على بون انا ملي مشيت معناها ندير الفريقي نكور معناها ما قعدتش على البنك جا هو حطك على البنك زعما فهمت زعما يحب وصارت وقتها كيف تطورت الدنيا وبقى هو شادها وانا كيف ما نسيتش لكن بعد فهمت رانيني في شبيب في جريده توزر في الآ وانا كنت قائد فريق وصلح فما حاجات عملهم معايا صلح بها الموقف وانا كيف ما عادش بيناتنا شيء فهمت وقتها قلت لي خرجت علاش هو حب يخرجك اكسبري على الفاز هذيك بالعاني معناها هي وقتها معناها صارت بيناتنا معناتها حب يحطك في ثوب انك ماتش باهي هكا وانت كان ترجع تو للماتش للدربي تشوف هو الاسبيرونس في ربح 2 بلاش وقت 2 بلاش ميتون قداش وقت ميتون يظل لي واحد بلاش وقتها الاسبيرونس معناها ما تنساش الاسبيرونس معناها اسلام راهو اليوفي ما تربحهاش الاسبيرونس وقتها كان دي تراوري وعلي الزيتوني عبد على موس مش باش تحارب وقتها لكن انا في الميتون ذاك وقتها لا غالب ماك تعرف اسمع انا توا كي وليت مدرب وليت معناها مدير رياضي ولا كذا تحسها تعرف كيفاش علاش وفهمت برشا كواليس فهمت علاش ما كنتش محبوب في الكلوب هذيك هي علاش هذيك هي خاطر انا كان ترجع لكلامي ديما بالدليل انا بابا ما يعرفش الكوره ما يتبعش كوره ما يجينيش للبارك بابا ما يعرفش والله بالحق ما يعرفش الكوره الله يرحمه الله يرحمه بار كونتر فما برشا اولياء وديما ما نحبش معناها نسمي يجيو للمسؤولين وكذا فهمت انت سينيور تو ما عادش فيها اولياء لا شنو لا لا موجوده اسلام جم فما جمهوري قايم فما شنو اسلام موجوده الكلوب عليها العينين صحافه ميديا شنو اسلام موجوده تو انت في الاسبيرونس تو في الليجون نسمعكم معروفه في الليجون اسلام في الاسبيرونس تو وفي الكلوب ما فماش اولياء يدخلوا في الليجون في السينيور انا هذه منك اسمعها تو في الليجون اوكي نقول لك اوكي تسمعها من عندي انا في السينيور زاد تسمعها من عندي انا في السينيور راهو مش ملي شرطي هي يكور راهو يبدا في الجروب طلعوا في الجروب يبدا في الجروب في العشرين في الاثنين وعشرين في المقابل في المقابل برشا حاجات في المقابل فلوس سي نورمال هذا في الكلوب والاسبيرونس موجود اليوم موجود موجود هذه حكيت الكل في الاتوار كلام وبره والا عندك شفت حاجات على عينك موجودة انا عشتهم وقتها انا عشتهم فما شكون راهو اعطيه يقعد في ليكيب سينيور بركة اعطيه يقعد ما يكورش عام عامين في ليكيب سينيور عنده كونترات وباش يترنى ويروح سينيور باش يترنى ويروح معناها كي نحكي لك حاجه اسلام شوف وجهي ما نكذبش في الامور هذيا موجوده حاليا موجوده الحكايه هذيا وقتها شنو صار
وقتها شنو صار؟ علاش ما انت ما كنتش محبوب؟ انا ما كنتش فما مسؤولين معناها اقرب للمرحوم شريف بلامين ما يحبونيش، كنت اتكلم انا اسلام فهمت. كنت عرعور معناها فهمت. ايه تلوم على روحك شويه. برشا لوم على روحي خاطر انا كان جيت مسارقي كيفهم برشا وكذا، انا ما لقيتش شكون وقتها، ما لقيتش انا شكون، علاش قلت لك بابا معناها ما يعرفش الكوره، ما لقيتش انا شكون ياثرك ولا ما لقيتش. لازم تكون انت معناتها معناتها في عوض. ما تسكتش على حقك، ما تقدرش تسكت على حقك، لكن تنجم تقولوا من الناس اللي تشري المشاكل، يكون البلا متعدي من غير تعيط له وتنقز عليه. كي نشوف مسؤول ساعات اسمع راهو ملاعبي، ساعات يحس كي تشوف كيفاش يعامل ملاعبي ذاك وهو في ندك فهمت، وتشوفه مع ابوه كيفاش، وانا ما عنديش سند وقتها، عندي كان ربي بالطبيعه. تولي تحس، تولي تفد شويه فهمت علاش كيفاش. واللي انا مضحي زادة وعاطي لونترينمون، وعلى فكره اسلام انا برشا ناس ما يعرفوش راهو طبيعتي الفساد والوسخ ما عنديش من الصغر، عمري ما حطيت سيجار ولا حكيت هذيا راهو فهمت. معناتها كنت منضبط ما نعملهمش صغير وقتها، قلت لك صغير بالكل. جات فترة وقت صغير عملت ولا اختفت ولا كذا، لكن بعد في النادي الافريقي تعرف كي تمشي معنا النادي الافريقي وانت صغير مدرسة وكذا باش تمشي زيد لي ما عنديش فقط مشاكل نتاع مشاكل عالك وحدك كما هكا من نوع هذا. نجم نقولوا هذا ما خلاكش تكمل في الكلوب؟ انا كان صبرت شوية في النادي الافريقي، راني كان صبرت شوي. كانت نجم تتبدل الدنيا. انت ما صبرتش؟ ما صبرتش خاطر نحب نكور، نحب نخرج نكور. كنت سو كونترا كي خرجت؟ سو كونترا وقت عام قداش؟ كيف كيف التاريخ راه ما تشدش، ما تشدش مخ. شكون كان يلعب وقتها؟ وقتها انا ومحرز بن علي وكريم السعيدي، انا ومحرز بن علي في اللاكس وكريم السعيدي، وليد الغول. لكن خلطنا على النجوم الاخرين اللي مشاو. كان صبرت كنت تفك بلاستك معناها؟ كنت فوق بلاستي هي، انا ما صبرتش ما صبرتش وخرجت. الحادثه نتاع عماد رابلسي فكر لك راه بعد ربي كنت موجود وقتها انت؟ لا 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 هذيك بعد، انا خرجت من بعد. به كيف كيف يوسف الزواوي عامل لك طريقه سيئه في الكلوب، علاش؟ يوسف الزواوي باش نقول لك معناها بكل صراحه، من اكثر المدربين تو عواشر هو فهمت، من اكثر المدربين اللي ما نحبوش انا. علاش؟ ما نحبوش برشا. يوسف الزواوي ظلمني في النادي الافريقي للأمانة، معناها ما نحبوش، معناها كي نقول لك ما نحبوش ما نحبوش، ظلمني في النادي الافريقي و مش بلاش، فما سبب. يوسف الزواوي كان تسأل على المحيط تيقول لك برشا حاجات، مش كان انا ظلمني في تونس، فما جمعيات ظلمهم برشا ملاعبية ظلمهم. عصام جمع ظلمه في الاسبيرونس، عصام جمع ظلمه في الاسبيرونس واللي هو الهدف التاريخي ذولي تو نتاع ليكيب ناسيونال. صحيح. انت علاش؟ انا لما حالة ما لعبتش في نيفو، لعبت باش نعيش. عايش باش نعمل دويره شعبيه وقتها كي خرجت، فهمت الدنيا الكل. فهمت. كيف ظلمك؟ يستفزني برشا، ما يحملنيش. اي عليه بلا سبب، ما فما سبب. ينجم يكون مسؤولين، مسؤولين وهو شويه، وفما واحد اخر زاده صارت لي حادثه معاه كنت حاب نحكيها. شكون؟ فما ملاعب كبير، الكلوب جبت ملاعب كبير في الهوند في النادي الافريقي، احترف في البرة فهمت. تونسي هو؟ اي احترف في برشلونة. عندنا كان وائل بن عمر بيلعب في برشلونة. لا عندنا واحد. وبعده وائل جلوس بيلعب في برشلونة. ما نسواش وقتها وائل جلوس اللي تحكي عليه، تحكي على وائل بن عمر. ايه المهم انا فهمت. ما تسميش ايه. السيد هذايا بوه كان يعس في الاوتيل تاع النادي الافريقي. وعندنا لي فام دي ميناج غادي مساكن عباد تستقات يخدموا كل واحد كيفاش خبزته في الحياة. وحسي لو احنا وقتها في الوتين معنا كسلافا لوتشمان تاع الهوند. أي. وليد بوزقر ونعيم ذي فله من الباسكيت، معناها ملاعبيه فوت كذا عاملين جون. نشوف فما امراه داخله تبكي مسكينه كذا كذا، ايش بيك؟ قلت لها تعرف احنا ولاد حم العربي معناها من غير ما تشعر فهمت. قلت لها امي لاباس؟ قالت لي لا لاباس بالله. قلت لها قلت لي راهو السيد هذاك راهو يعمل لي في حركات لا اخلاقيه. تحرش بها معناها؟ لا اخلاقيه. ومش كان هي الانسى الكل. اي مشيت له قلت له علاش تعمل هكا؟ وصدقني اسلام كان سمع ولدها وقتها. ولدها حسيلو كي تشوفه انا كنت الطفل مش عادي.
غير انا وقتها حطيتها في اطارها، حسين وانا لومت عليه راجل كبير وقلت له راك راجل كبير وكذا وكذا وما تجيش كذا، هزها سخونه لطفتها برامونتي، ما لومتش عليه برك. هاي فوالا لطفتها، مش لطفتها ما اكثر من اللي لومت عليه انت. اي قلت له كلام خاطر واحد امه هذيك تسمى راه سبيتو ام ما يعجبكش يا اخي، ما ضربتوش ولا حاجه؟ لا لا ما ضربتوش للامان، امي هذيك في الوقت هذاك يعمل هكا، هزها سخونه ليوسف الزواوي وطاح يبكي له ويندب ورا ورا ورا. اي جاني عمك يوسف الزواوي قال لي كيفاش وما كيفاش، قلت له راه هو اللي صار هكا وهكا 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 معاه، هو بتبيعته فهمت يحبني برشا، جات بتبيعتها، لكن انا ما حبيش نطورها راهو، انا يوسف الزواوي وقتها يوسف الزواوي بالحق نجم كنت نعمل له مشاكل كبيره في البارك، نعمل له برشا مشاكل كبيره، غير انا وقت النادي الافريقي سمعه النادي الافريقي وجماعيتي يعني الافريقي جمعيه كبيره. فيش شنو تقصد كنت معليش نعمل له برشا مشاكل؟ علاش مثلا كيفاش في الناحي نعمل له برشا مشاكل؟ وضح لي شنو تحب تقول. ما احنا ولاد حومه عربي كيما قلت لك سلام، ونجموا نعملوا مشاكل فهمت في البارك في الانترينمون في الامور الاخرى فهمت، علاش باش ننافق تحب تسبب لك على الحكايه هذيك ويوسف الزواوي تردك؟ ما طردنيش حتى هو خرج مطرد، لكن تسبب لي وتعرف كي يلبس دوسار ما يلبسنيش وفهمت بار نمشي ورا الكاش فهمت. من الحكايه هذيك صاحبه السيد ولا شنو؟ كان يقود له على اي حاجه، يقود له على اي حاجه، تعرف مع عباد مزرقه القواده فهمت، ودارت الدنيا عمك يوسف الزواوي هذه طرفه مشى درب نادي البنزرتي جمعيته وانا وقت نكور مع جندوبه في الرابطه الثانيه الجمعيه الكبيره جندوبه الرياضي يعمل لك طحنه كوب جميع في جندوبه، وشكون المدرب تاع السي بي؟ يوسف الزواوي. يوسف الزواوي خويا باش نقول لك ليت الماتش ما رقدتش. علاش؟ ما رقدتش، ندور على الملاعبيه ونعمر فيهم كوب باش نربحوا، مع احترامي لنادي البنزرتي ذاك هرم سميته في يوسف الزواوي. يوسف الزواوي اسو بوان ما تحبوش على الاخر. شوف بخلاف الحاجه هذيك هذه شو عمل لك يا اخي؟ شوف باش نقول لك حاجه، في الدنيا وربي يعطيه صحه بدنه وربي ينوب عليه، لكن في المجال الرياضي نحبه ديما فاشل. علاش؟ هكاك نحبه فاشل وما نحبوش. ما خاطر ما لعبكش في الكلوب هذا الكل؟ لا فما سبب اخر؟ لا ما نحبوش. يقول لي شنو علاش؟ ما نحبوش انا. فهمتك ما تحبوش علاش؟ ونحبه ديما فاشل زاد. نحبه ما ينجحش. علاش علاش؟ هكاك خاطره عاملني معناه بمعامله سيئه. وشفت الناس وقت كيفاش يعامل فيهم، فما ملاعبي كان نقول لك عليه. نحكي لك خلينا نكمل لك الساعه نتاع جندوبه. كمل لي. لعبنا كوب مع حسين الليله هذيك. نعمر في الملاعبيه يا خويا. قلت لهم اسمعوا غدوه ما نربحش سي بي واحد بلاش، اثنين بلاش نموت، انا نموت نبطلها الكوره. باش نربح يوسف الزواب. ووقت نادي البنزرتي عندك الجيل الذهبي فاروق وفهم طالعين صغيرات تلعب باهي. اي كيب باهي. مليت الماتش خويا. ربحنا تروح واحد بلاش. اي واحد بلاش. حسيلو بعد الماتش انا مروح من جندوبه في الكهرباء نتاعي، وهو ماك تعرف عنده وكيل بيام نادي بنزرتي يسوق به ساق من جندوبه حتىش الباجه، من جندوبه حتىش الباجه وهو ورايا وانا بالبولو، هو يجي يتعدى وانا نزبر بي 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 بي, بي, بي. كي وصلنا احنا الباجه ما فماك ثنيه التهز البنزرت مو غادي يعني عشان فهمت، وقفت غادي حسيلو مرضت في الثنية، هو يحب يجي دوبل، هو هاو استنى هاو كذا، المهم انا وقتها ربحت كوب، ويعرف هو وقتها في الماتش هذاك كيفاش. ماكش باش تقول لي علاش؟ يعني قلت لك ما نحبوش، والله ما فماش حاجة معينة. لا، والله لا، ما نحبش على المعاملة. ما حكيتليش علاش، تنجم تحكي لي شنو صار بينه وبين أشرف الخلفاوي في زويتن؟ قدامي هذيك معناها شنو صار؟ معناها قدام عيني، أشرف الخلفاوي معناها الخلفاوي تعرف لاعبي متربي وراجل برشا، وكان معناها خويا اشرف فهمت، صارت بيناتهم معناها مناوشه كي نقول لك شنو اللي صار وقتها ما تصدقش، وبشهدت الملاعبيه الكل وقت معناها احنا قلنا وقتها اشرف صايب باش معناها باش يطردوه من النادي الافريقي من الكلام و و و لا شيء يرجع كلام كبير، راه كلام كبير. علاش المشكله هي؟
كونتاكت في كوره ولا حاجه فازها هكا فهمت. اي حسين شد نهارتها قلنا اشرف صايي ما عادش باش يرجع لهذه الفريق وقت اونترينمون صباح العشيه اشرف جاي ترينا ولمنا وقت عمك يوسف وقال ما صار شيء واشرف انا ولدي و وا 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 هذاك ولدك وانا غضبتك الحكايه تو هكا هذا اللي قلت لك عليه من اول حصه لو قاعد انا نقول لك كيفاش المعاملات راه هي معاملات تصير عاديه حتى تصير لو انت بعد كي عملت اسم في الكوره ولعبت في الجمعيات مش كيما يعاملوك انت كيما يعاملوا ملاعب صغير زاد هو ذاك الجيل هذاك نتاع المدربين هذاك الجيل تاع المدربين هذاك نحي كعبتين وكعبه نحي سيد معناه مرض محجوب محمود باشا عباد حتى كيعاملك باحترام انا مرض محجوب قعدت عنده بعد على البنك برشا صدقني كيقول لي عبد السلام برا امشي اب تسبور باش تكور محلاه الزحك العسل خاطر نعرف شنو هو قلبه اخلاقيا علاش ما تحبوش قلت لي حتى في الظهري نعرف حتى فوز البنزرتي ما تحبوش اي ما نحبهمش هيك فوز البنزرتي بتاريخه والقابه شوف راه من غير نفاق جاش تقول عليه فاشل فوز البنزرتي في التمارين ايش نقول لك حاجه في التمارين معناها نوع اما هو عنده اخويا عنده تجازة قويه برشا يهز في التمارين ما يش دجازة ما يش حظ ما اذا كان واحد حظ مره اثنين مش حياته كامله يهز في الالقاب تمشي لجمعيه عاديه وعم بها حاجه تمشي لجمعيه عاديه وعم بها حاجه امشي لجمعيه عاديه وعم بها حاجه تتولي مدرب بون ما يمنعش اللي هستي تروح لعب مع المستير عاد دوبلي فوز البنزرتي شوفك المستير وقتك الجيل عاد اللي جابته المستير شو تحب لازم تلقى فض منين تجي باعش ما تحبوش فوزي انا ما هذاك ما نحبوش يوسف ما نحبوش ما نحبهمش بصراحه اي فوزي علاش؟ صار حاجه معاه فوزي تدرب عنده انت فوزي لا عملت عنده اونترينمون واحده؟ أي. وين؟ في نادي الافريقي اي فهمت لكن فوزي ما نحبوش خاطرو الحقيقه معناها كيف ما كل معناها مواطن تونسي عنده حاجات سياسيه ما نحبوش امور سياسه زاد سياسه مش دخلنا في السياسه اي فوالا هذاك علاش قلت لك هذاك علاش قلت لك انا ما نحبش ندخل هذا في هذا عنده مواقف معناها وكذا ما يحبوا معناها ما نحبهمش مثلا شنو مواقف ما تحبهمش من الموقف المشهور معناها نتاعو نتاع مصر وقتها صارت في مصر وكذا تعرف انت لول معناها الموقف هذاك. اي كان كيكا مش كان هو برشا عنده مواقف معناها كان. لا ما هو ماك تعرف هو معناها رايه كذا وهو شخصيه معناها رياضيه فهمت؟ شخصيه رياضيه فهمت؟ واضح. شنو يقعد لك من التجربه تاع الكلوب الباهيه والخايب شنو يقعد لك؟ ديما تقعد لي تجربه معناها احسن تجربه في حياتي نادي الفريقي جمعيه كبيره جمعيتي وعرفت فيها رجال ليومنا هذا انا الحمد لله مفضل ربي لتوا. معناه معروف بالنادي الافريقي بارك الله فيهم ونحب النادي الافريقي نحبه معناه بقطع النظر على كل شيء معناه نحب النادي الافريقي لاخذوش كيفاش جا انت طلبت تاخذش كيفاش وفي كونتراتوك شنو بالضبط لا انا سو كونترا وقتها فهمت انا مشيت طلبت قلت لهم راه ما عادش نحب نقعد علاش قلت لك وقتها عشت برشا حاجات فهمت عشت برشا حاجات يلزمني نخرج فهمت قلت ما نخرج ونكور ونعاود نرجع حتى كي كورت وعديت عامين باهين كي رجعت استنست بالمعنى نكور البرة وكذا فهمت في النيفو اللي انا فيه ما معناه نيفو عادي فهمت معناه استنست وليت تحب نخرج تحب عندي هدف وقتها قلت كيف مش ماشي هكا خلينا ندبر شويه فلوس معناه نكون معناه روحي شويه فهمت ما كانش عندك طموح انك تبقى في الكلوب وتكور لا كان عندي طموح انا قلت لك كان صبرت شويه وقت كان صبرت شويه غير انا وقت تسرعت شويه فهمت معناه كلامي ديما موجه فهمتك طلبتك جرجيس وقتها كيكا لا اول ما خرجت مشيت مستقبل القصري فهمت ما لقيت صعوبات الكلوب سايبوك طول ما قالولكش لا اقعد ولا حاجه لا من الاول تعرف يحبوا الفلوس نادي الفريق وقت مشيت القاصرين المدرب الاول وقت المنظر الكبير منظر الكبير فهمت قعدت معاه مشهر لكن بعد تعرف جمعيات كلموك منه ومنه ومنه واللي وقت اخير مشيت معاه انا فهمت سايبوك الكلوب القاصرين فسخوا الكونترا ولا مشيت بري ولا لا كيفاش؟ لا ما يسيبوش راهو جمعيات الكبار مش كان انا حاليا جمعيه الكبار يربطك بعقد 5 سنين وبعد يبدا يتمزع عليك مش النادي يتمزع عليك بعض المسؤولين النادي خاطيه واضح باهي مازلنا مواصلين في الحوار معك عبد السلام بوحوش فاصل بعد شويه الاخبار مع فجوه تركي بعد شويه مكملين في زون ميكس حتى الخمسه